بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي حدث في حادث جامعة الجلالة؟ الحدث ان في اتوبيس كان فيه 50 من طلاب كلية الطب في جامعة الجلالة، واثناء استقلالهم اتوبيس على طريق السخنة، الاتوبيس ده اصطدم في الرصيف مما ادى الى انقلاب الاتوبيس، وبالتالي اصيب وتوفى عدد من هؤلاء الطلاب بلغ عددهم 33. يعني عدد الضحايا 33 بينما العدد الإجمالي 50. يعني نسبة الإصابة والتضرر من الحادث تزيد عن 70%. وشهود العيان قالوا إن السبب كده إنه الأتوبيس اصطدم في الرصيف. طب هل الأتوبيس لما اصطدم في الرصيف ده يؤدي إلى انقلاب وبالتالي حدوث هذا الحادث المروع؟ طيب هل في ناس خرجوا من الحادث أحياء؟ نعم، في أحد الطلاب خرج من ضمن الـ13 أو الـ17 الناجين وقال إنه الحادث مروع، وإن هو شاهد مناظر مروعة، وإن الدماء ملئت الطريق السخنة، وإنه الحادث كان رهيب. وزارة الصحة دفعت بصالات الإسعاف، وزارة الإسعاف ذهبت إلى الموقع وتم إخلاؤه وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، ووزارة الصحة عملت كشف بأسماء المصابين والضحايا في هذا الحادث المروع. نسأل الله لهم السلامة.